أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: في قول الله تعالى: طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، هل هو خاص بذبيحة الكتابي فقط؟ المراد بطعام الذين أوتوا الكتاب الذبائح، لأن الطعام من غير الذبائح يباح من أهل الكتاب وغيرهم، الرز، التمر، العنب، هذا يباح من أي بلاد، بلاد الكفار وبلاد المسلمين، ومن المسلمين ومن الكفار، إنما الكلام في الذبائح، لا يباح من ذبائح الكفار إلا ذبائح الكتابيين فقط. نعم.